أسبوع واحد يفصل لبنان عن موعد وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت لاستئناف حواراته الثنائية مع كل الأطراف، وسط تخوف من أن تتحول المهمة الرئاسية إلى الحاكمية، وذلك قبيل أيام من بدء التوقيت الرسمي للفراغ المالي على رأس مصرف لبنان. لكن قبل 17 من تموز كان يفترض أن تستأنف دول اللجنة الخماسية حراكها من قطر مع دعوة للاجتماع في الدوحة في 13 من تموز، لكن هذا الموعد تأجل في الوقت الراهن. وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري وخلال لقائه نقابة المحررين تحدث عن موعد الاجتماع الخماسي قبل أن يتم سحب التاريخ من التداول. وقد علمت الجديد أن موفدا قطريا يتواجد حاليا في بيروت وهو في جولة لاستطلاع إمكانية الدعوة إلى دوحة 2. وأمام الواقع المأزوم كشف رئيس المجلس النيابي أمام زواره عن شبه إجماع سياسي على دعوته للحوار، يستثنى منه حزب القوات اللبنانية الرافض للأمر، معتبرا أنه كان بالإمكان الذهاب نحو حوار السلة من الرئاسة إلى الحكومة والشواغر والرؤية الاقتصادية. وفي دارته في اليرزي استقبل رئيس الجمهورية السابق العماد ميشيل سليمان سفير دولة قطر في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية، حيث تم استعراض التطورات السياسية في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية القطرية. وشدد سليمان أمام ضيفه على ضرورة لم الشمل العربي لمواجهة التحديات وهي كثيرة، منوها بالدور القطري المتكامل مع سياسة جامعة الدول العربية والمحب للبنان في أن. كما استقبل سليمان النائب أديب عبد المسيح وشدد أمامه على ضرورة انتخاب الرئيس وعلى الاستمرار في سياسة الضغط من أجل سير العملية الانتخابية كما يقول الدستور وليس كما يحلو لقوة الأمر الواقع. واعتبر سليمان أن الحوار يجب أن يبدأ من حيث انتهى، ما يحتم العودة إلى البحث الجاد بالاستراتيجية الدفاعية لحصر الإمرة على أي سلاح في يد الدولة اللبنانية، كما يحتم الالتزام بتحييد لبنان عن صراعات المحاور كما جاء في إعلان بعبدة، مؤكدا أن أي حوار لا ينطلق من حيث توقف الحوار السابق هو انتحار، لكن تبقى أولوية الأولويات انتخاب رئيس للجمهورية لتعزيز فرصة الحوار الجاد على طاولة بعبدة. رئاسيا أيضا أكد الناشط السياسي في التيار الوطني الحر ناجي حايك من برنامج الحدث أن التيار يصوت للفرنجية في حال إقرار اللامركزية الإدارية والمالية، إلا أن الحزب يرفض هذا الأمر. فينا نوصل لنا ننتخب الوزير الفرنجي كيف؟ إذا بيعطونا اللامركزية الإدارية والمالية، إذا بيعطونا اللامركزية الإدارية والمالية بننتخب الوزير سليمان فرنجي. صار في حكي بهذا الموضوع يعني من بعد ما طرحتم هذه المعادلة؟ مرفوض هذا الأمر لحد هلا. مرفوض حسب الله يرفض هذا الأمر. يرفض هذا الأمر. يرفض إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. يعني بعد اللامركزية الإدارية بعثتوا له يعني بعد هذا الكلام له تفصيل ما بعرف كيف بس أعلن الوزير وزير باسيل عدم الرد معناتها مش قبلانين بس اللامركزية المالية مرفوضة لانه في فريق من اللبنانيين بيعتبر انه هو يكون عنده سيطره على المال بلبنان. مين يعني فريق من اللبنانيين؟ الثنائي اولهم. وفي الملف الحكومي لا جلسات هذا الأسبوع بانتظار حلحلة أزمة الحاكمية عبر المخارج القانونية. وتبعا لمواقف الكتل الرافضة لمبدأ التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومن خلال بيان صادر عنه نفى رئيس الحكومة كل ما يشاع عن التمديد، إذ أكد مكتب ميقاتي أنه لن يمدد لحاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة في منصبه عندما تنتهي فترة عمله نهاية الشهر الجاري. وقال مكتب ميقاتي في بيان أرسل لرويترز أن للمنصب قانونا ينص على أن النائب الأول للحاكم سيتولى مهام الحاكم حتى تعيين حاكم جديد، فالقانون لا ينص على الفراغ، والمؤسسات تستكمل أعمالها من خلال نائب الحاكم الأول والنواب الباقين. وختم ميقاتي بيانه بالإشارة إلى أن الأهم هو عدم حصول شغور في المصرف المركزي لأنه العصب المالي بالبلاد. وفي هذا الإطار علمت الجديد أن نواب الحاكم الأربعة قد يتقدمون باستقالتهم يوم الخميس، ما سيدفع بوزير المال يوسف خالد إلى الطلب منهم تسيير الأعمال ريثما يتم تعيين حاكم أصيل، وبالتالي لا شغور كلي في مصرف لبنان ولا يجوز قانونا تعيين حارس قضائي على مرفق عام. فالقضاء اللبناني سبق وعين حارسا قضائيا على بنك المدينة لكونه مصرفا خاصا، إلا أن الأمر لا ينطبق على مصرف لبنان.
على الرغم من التطورات الأمنية من شمال لبنان حتى بقاعه وجنوبه، قرر كل من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان فتح جبهة جديدة، إذ يصف مصدر أمني للجديد أن ما يحدث بين مولوي وعثمان يمكن دمجه ضمن كيفية تسيير البلاد وحارة كلمة الإيد له. إلا أن المفارقة هنا وبحسب المصدر أن الضحية هي فرع المعلومات، الجهاز الأقوى أو ربما المتيقظ الوحيد في الوقت الراهن. فظاهر الخلاف برقية اعتبرها عثمان إجراء داخليا، فيما قرأها وزير الداخلية على أنها تخط له. إلا أن الأمر مغاير للواقع، والخلافات هذه رفعت أوراقها اليوم إلى المفتي، حيث استقبل الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى كل من قائد الجيش جوزيف عون على رأس وفد من قيادة الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وجرى تداول في التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.